القدس الاله الواحد امين. نتكلم سوا النهارده عن مواقف حصلت جوه بيت ربنا. احنا بندخل الكنيسه وبنقعد نحضر قداس، لكن لو رتبنا المواقف اللي انا هقولها بعد شويه دي ورا بعض كده، ممكن نلاقي ان دخولي في بيت ربنا ممكن يغير حياتي من اول ما بدخل من باب الكنيسه. يعني واحده ست دخلت باب الكنيسه في العهد القديم طبعا اللي اسمه الهيكل، وكان عندها طلبه انها تخلف لان كانت ضرتها بتغيظها، وقعدت تبكي قدام ربنا لحد ما ربنا اداها استجابه على فم الكاهن. صح، كانت مين؟ حنة ام صمويل النبي. اللحظة دي او اليوم ده غير فيها حياة. دخلت جوه بيت ربنا بتصلي، وحتى كان علي الكاهن ما استقبلهاش كويس وكلمها بطريقة ناشفة، لكن هي كانت داخلة تصلي ومركزة جدا، وتغيرت حياتها من ورا القعدة دي جوه بيت ربنا. زكريا الكاهن النهاردة دخل بيت ربنا وصلي عادي حسب القرعة، كانوا عاملين نظام قرعة ان عشان ما فيش كهنة تصلي وكهنة ما تصليش، فدخلوا كلهم في النبطشية. جه الدور على زكريا الكاهن. دخل زكريا الكاهن قدام المسبح، حط كبشة البخور، هو دايما بياخد كبشة البخور دي من هو داخل. يدخل الكاهن في العهد القديم مش شايف حاجة، صحيح يدخل مش شايف حاجة خالص، لان مفيش غير يدوب المناره اللي هي فيها 7 سرج ديا موجوده على الشمال وهو داخل جوه القدس. فعلشان يوصل يولع مذبح البخور ياخد كبشه البخور وهو داخل والشوريه في ايده اليمين. يدخل او مش الشوريه في ايده اليمين ولا حاجه، يعني هو يدخل يكبش البخور ويحطه على المذبح بتاع البخور ويصير المكان كله ضباب وما يشوفش حاجة. على يمين مذبح البخور ظهر ملاك نوره أقوى بكتير قوي من المنارة. الهيكل كان كله مكسي ذهب، يعني كله ريفليكتورز، يعني أضواء، لكن نور الملاك كان مختلف وبهي جدا. الوقت ده دخل يوحنا، دخل زكريا يصلي صلاة تقصية عادية زي ما احنا بنيجي نصلي كده عادي، يعني صلاة تقصية. اتغيرت حياته، شاف ربنا بعت له ملاك قال له ان هو هيولد يوحنا. في ناس كتير شافوا المسيح مختلف وقت دخوله الهيكل، وقت دخوله الهيكل. يعني مثلا سمعان الشيخ راجل بقاله 300 سنة مستني اللحظة دي ان يدخل المسيح الهيكل. دخل الهيكل، حمله على ذراعيه وقال له ايه؟ الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. بيقول للطفل، بيقول له الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. شاف المسيح، ودي كانت اللحظة اللي هو مستنيها في حياته. كم من لحظات كتيرة قوي ممكن تغير حياتنا بدخولنا الكنيسة. في قداسات تكرارية كده بنحضرها عادي، يعني بنحضر قداس شهري، بنحضر قداس أسبوعي، طبيعي عادي. لكن لو عرفنا قوة الكنيسة وقوة مقابلتنا لله جوه الكنيسة ممكن تتغير فينا حاجات كتيرة خالص. لحظات فارقة كتيرة ممكن نقعد في بيت ربنا، وقرارات كتيرة ممكن نقعد في بيت ربنا ناخدها، لأن احنا داخلين بيت الله اللي هو وعدني ان هو يقابلني فيه. فالمقابلة دي بتبقى فيها قرارات. لا يمكن تدخل قدام مدير ولا وزير وتخرج مش عارف تاخد قرار، او هو محتاس مش عارف ياخد قرار. كل ما كان ليه سلطة، كل ما ليه نفوذ، كل ما عارف ياخد قرار. وانت داخل قدام المكتب بتقول خلاص انا هاخد القرار وانا ماشي، مفيش حد هيتني كلمة بعد الرجل الكبير ده. طبعا انت داخل بيت ربنا اعلى واحد ناوي تاخد قرار ايه؟ نقي واختار. يلا انا وانت يلا نختار، كل واحد لينا قرارات، اي قرار محتاجينه ومش عارفين ناخده نقف في بيت ربنا نقول له بص يا رب بقى انت اخدت قرارات لناس كتيرة خالص في المكان ده،
اديني انا كمان اخد قراراتي برضو وياك في المكان ده. مش معنى كده حدود الكنيسة وبس، لا، ممكن برضو في البيت في المخدع مفيش مشاكل، لكن استفيد بالكنيسة، استفيد بالكنيسة. الكنيسة فيها قديسين بيصلوا وياي دلوقتي حاليا واحنا واقفين، في قديسين معانا، في ملايكة، ده في ملاك للذبيحة. احنا بنيجي كل يوم نقول له يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد العلو بهذه التسبيحة اذكرنا امام الرب، ونقف نقول له اذكرنا امام، يعني كان واقف من اول لحظة لاخر لحظة. لو استفدنا بكم القديسين والملائكة اللي واقفين معانا وصلواتنا وصلواتهم، هنلاقي المسيح واضح وظاهر لينا، عمرنا ما ننشغل بحاجة تاني عنه. والكنيسة العجيبة دي صحيح فيها دكك خشب، لكن تخيلوا كده ان كل الدكك دي مليانة قديسين بيصلوا. ليه ابونا بيجي يمسك الشوريه ويفضل يلف لاخر الكنيسه خالص بالبخور؟ لو عايز يبخر لنا يبخر لاول دكتين، ما هو الناس قاعده قدام. ليه بيوصل لاخر الكنيسه؟ لان الكنيسه ليها ايمان ان الكنيسه كلها بتبقى مليانه قديسين، لينا ايمان بكده. يمكن شايفينهم او مش شايفينهم عادي، بس بنوصل لاخر دك في الكنيسه ونفضل نقول السلام لكل قديس من القديسين اللي مرسومين على الايقونات، لان احنا عندنا ايمان ان الكنيسه دي مكان غير عادي، مكان غير عادي، مكان قوي جدا، مكان قوي جدا. يعني يدخل الواحد جوه الكنيسه زي ما يكون دخل جوه الحصن مطمن. وعشان كده النهارده ربنا بيدعينا ان احنا نبتدي نستفيد بقوة الكنيسة وناخد قراراتنا القوية جوه الكنيسة، سواء قرار توبة او قرار تعديل سلوك او فكر بأي شكل، نبتدي ناخده النهاردة وربنا يدينا القوة دي ويتجلى لينا ربنا زي ما القديسين كانوا بيشوفوه في بيت ربنا كل يوم. لإلهنا المجد الدائم الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين.